زي ما شفت في الجزئين الأولانيين دول، المحاضرة بتاعت النهاردة، الجزء التاني كان بيحاول يربط المحاضرة الجزء الأولاني باللي احنا هنقوله حاليا في بالتفصيل بقى في الجزء التالت ده. فاحنا بنقول دلوقتي احنا بنتعرض الى ان احنا عندنا نوع تاني من السيجنالز غير اللي كنا بنتعامل معاها، اللي هي اسمها الديترمينستيك سيجنال، الا وهو ما يسمى بالراندوم سيجنالز. فكاكزامبل لو عندي اكس اوف تي وايتا، حيث ايتا ده انديكيتور اوف ذا راندومنس اوف ذا سيجنال، فبنقول له انت لو حاولت تجيب الاكسبكتيشن او الاستاتستيكال افريج بتاع اي حاجه فانكشن اوف الايتا ده هو، كل اللي بتعمله انك تعمل الانتجرال قدامك ده هو. قال له يعني نعمل ايه؟ قال له يعني نعمل كده كامل من ناقص ما لا نهايه الى ما لا نهايه، هذه الفانكشن اوف ايتا مضروبه بي اوف ايتا دي ايتا. فطبعا بالكلام ده هو يبقى معناها ان احنا هذا الريزلت او هذا الريزلت المفروض ده ليميتد انتجرال بالنسبه للايتا ده هي، فالايتا لن تظهر فيه. ده اللي بنسميه الاستاتستيكال افريج، واللي بنعمله الانديكيشن بالبار، شايف اف اوف ايتا عليها بار، او الكتب قدامها اكسبكتيشن. زي ما خدنا بالنا برضك ان الاكس تي وايتا دهيت هي فيها فاريبل اسمه التايم، واخد بالك؟ وبالتالي زي ما كان الاكس اوف تي ديترمينستيك لها تايم افريج، هنا برضك لنا في حاجه اسمها التايم افريج. هذا التايم افريج ده هنعمل له انديكيشن بان هو البراكتس دهيت اوف اف اوف تي وايتا، فانكشن اوف تي وايتا، واخد بالك؟ هيتعمل ازاي ده هو التايم افريج بتاع اف اوف تي، الفانكشن اوف تي وايتا. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنعمل نقول له الاتي. طبعا احنا عارفين ان احنا من كلامنا اللي احنا عارفينه عن التايم افريجز ان يجوز ان احنا نعمل الانتجريشن بتاع اني فانكشن اوف تايم دي التايم ده هيحصل لها دايفرجنس. فعشان ما يحصلش انها دايفرجنس دوت، فبنعمل ايه؟ بنفتح ويندو ونعمل انتجريشن اوفر ذا ويندو، واخد بالك؟ ونجيب التايم افريج على اللي موجود جوه الويندو دوت، وبعدين نفتح الويندو نديها نخلي الويتس بتاعها ما لا نهايه. وده المعبر عنه بالكلام المكتوب ده هو. قال له ايه اللي بنعمله ده؟ قال له هناخد ويندو ممتده من ماينس تي الى كابيتال تي، وبعدين اللي هيحصل احنا هنعمل ايه؟ هناخد الفانكشن اوف تي وايتا، تي ميسنج هنا دي اوف تي، وبعدين اللي هيطلع ده هنعمله على البيريود 1 على 2 تي. يبقى احنا جبنا الافرج بتاع الويندوز او الويندود فانكشن دهيت اللي هي ماينس تي الى تي. بعد كده ايه اللي بنعمله؟ قال له بناخد الليمت من نحن نودي تي الى ما لا نهايه. يبقى اصبح دلوقتي ان احنا عندي اللي حاصل عندنا ان احنا عندنا ال اكس اوف تي وايتا دي لها اثنين افريجز، لها او اي فانكشن منها لها اثنين افريجز، واحد منه اسمه statistical average ده، وعرفنا ان ده بيطلع independent of الايتا دهيت، وواحد منه اسمه التايم افريج، وده اللي هيطلع ليس له دخل بالتي، لان احنا عندنا limited integral بالنسبه للتي. اوكي؟ قال له طيب ايه اللي احنا ممكن نعمل ابلاي الكلام ده هو على بعض الاستاتستيكال افريج اللي تعرضنا لها في المحاضره اللي فاتت؟ قال له انت كنت بتقول لي ان بدل ما يبقى في عندي كروس كورليشن بتوين التو راندوم فاريبلز، اصبح عندي دلوقتي كورليشن بتوين الراندوم فاريبل اللي ريبريزنت الراندوم سيجنال ات تايم تي واللي ريبريزنت التايم سيجنال ات انذر تايم، يبعد عنه بتاو اللي هو بنسميه تي 1 تي 1 وتي 2 او تي وتي او تي زائد بتاو. قال له طيب ايه ده اللي بيحصل بقى؟ قال له ده بنسميها زي ما قلنا ساعتها مش الكروس كورليشن وانما الاوتو كورليشن. الاوتو كورليشن ده ماله؟ قال له ده الاوتو كورليشن اللي هو المفروض ان فيه يطلع ده عامل ازاي. الاول تعال نشوف الانتجريشن. قال له من ناقص ما لا نهايه لما لا نهايه الاكس اوف تي وايتا، ها، في الاكس اوف تي ماينس تاو وايتا، وخايفين اكون واحد الفانكشن بتاعتنا فيها كومبلكستي كومبلكس فانكشن يعني، فهناخد واحد منهم عادي والتاني هناخد له الكونجكت بتاعه بي اوف ايتا دي ايتا. طبعا الكلام ده هو
انتجريتد ماينس من النهايه الى ما لا نهايه. ايه اللي هيحصل نتيجه للانتجريشن ده؟ قالوا نتيجه للانتجريشن ده هنبص نلاقي عندنا الايتا دي هتختفي، انما الريزلت بتاع هذا الانتجريشن ده هنبص نلاقي ان هو التي ما عملناش حاجه بالنسبه لها، التاو ما عملناش حاجه بالنسبه لها، عشان كده احنا بنتوقع ان يطلع لي الار بتاعه الاكس واكس دهيت او تي وتاو. نرمز لها كسيمبل ازاي؟ قال له ادي البار، نحط اكس تي وايتا مضروبه في اكس اوف تي ماينس تاو وايتا، او نكتبها ايه؟ قال له ده نكتبها زي ما قلنا قبل كده اهوت، انها الاكسبكتيشن اللي هو ما هي الموست بوسبل فاليو اللي هتطلع لي من حصل الضرب بتاع التو فانكشنز دول من بعضيهم. قال له يبقى الاكسبكتيشن بتاع اكس اوف تي وايتا مضروبه في اكس اوف تي ماينس تاو وايتا، او يعني كلمه البار وكلمه الاكسبكتيشن او كلمه الاستاتستيكال افريج كلهم ايكويفالنت لبعضهم. قال له طيب ايه اللي حاصل دلوقتي؟ قال له نتيجه لان احنا زي ما قلنا كده هو الكومبليت ايدنتيفيكيشن بتاع الراندوم سيجنال دهيت بيعتمد على ان احنا نبقى عارفين الانسامبل او اول ستاتستيكال افريجز كلها، وخلي بالك فبيكون العدد بتاع هذه الافريجز كبير جدا جدا جدا، وبالتالي بنقول له ده احنا هناك طريقه ان احنا نعمل ايه بقى؟ قال له نعمل partial identification of the random signal. زي ما هنشوف في partial identification of the random signal بيبقى المهم عندي هي ثلاث حاجات او اربعه. اول حاجه منهم هي shape of the PDF of the random indicator eta. قال له ادي واحد. قال له ثاني حاجه بنقول دلوقتي هنلغيها بعدين، ان هي عباره عن the statistical average of the random signal. قال له يعني ال expectation بتاع ال XT و ايتا. قال له طب وثالث حاجه؟ قال له الفاريانس بتاع ال XT و ايتا. قال له طب وبعدين؟ قال له كمان ال first order cross correlation بتاع ال XT و ايتا. هي دي actually اللي احنا كتبناه، هو ده ال first order auto correlation بتاعنا. نتيجه لاهميه هذا ال first order auto correlation function ده هي، فهنشوف ايه هي ال properties بتاعتها. فنبص نلاقي عشان تبص على حاجة وتعرف البروبرتيز بتاعت الفانكشن ده، هي زي ما اتفقنا الفانكشن ده هي عبارة عن ايه؟ قال له هي r x x of t و tau. قال له طيب زي ما شفنا في المحاضرة اللي فاتت بنبص نلاقي ان احنا في تقسيمة لل random signals تعتمد على اللي طالع لي من الستاتيستيكال افريج اللي انا اتكلمت عليه. فزي ما اتكلمنا في الستاتيستيكال افريج دهيت بيطلع لي التايم تي، او في الاوتو كورليشنز بيطلع لي التي والديفرنسز بين التايمز المختلفين. ولذلك بنقول ايه؟ لو جينا زي ما شفنا في اخر المحاضره اللي فاتت وبصينا الى حطينا كل الراندوم سيجنالز دي جوه ال سكوير ده هو اللي احنا بنسميه فين دياجرام، اللي هو يسمى بيحتوي على كل الراندوم سيجنالز دهيت. هنبص نلاقي ان احنا عندنا الستاتستيكال افريج او على الاصح اللي هي الفيرست اوردر اوتو كورليشن بيحصل انها لبعض هذه الراندوم سيجنالز بتطلعش ار اكس x of t و tau، وانها بتطلع r x x of tau. قال له يعني معناها التي لو اتغيرت؟ قال له لا تتغير السيجنال. قال له طب وبعضهم؟ قال له لا بعضهم بنبص نلاقي ان ال r x x of t و tau دهيت وكل الستاتيستيكال افريج التانيين بيطلعوا تايم ديبندنت. قال له طيب الحاجه اللي هي ما بتتغيرش ال cross correlation coefficient بتاعتها بتغير التايم او لا تعتمد على التايم بنسميها انها غير متغيره، او بنديها الاسم كلمه ستيشنري. ستيشنري ستيشنري يعني ثابته ما بتتغيرش، البروبرتيز بتاعتها ثابته لا تتغير مع التايم. بينما هم البروبرتيز بتاعتهم بتتغير مع التايم بنسميهم نون ستيشنري. فممكن ان احنا نعمل سيركل داخل
الفين دياجرام دهيت ونحتوي جواها على اللي هو all stationary functions. all stationary functions. اتفقنا على كده. فلو جينا دلوقتي نتكلم على هذه الكروس كورليشن اوف ذا ستيشنري فانكشن، هنبص نلاقي ان التي زي ما انت شايف اتشطبت من عندنا وطلع لي ان دي ار اكس اكس وتاو فقط. اقول له طيب هار ذيس ار اكس اكس وتاو النتيجه للامبورتنس بتاعتها عايزين نستدي. قال له تستدي يعني؟ قال له عايز ارسمها يعني. قال له طيب ساعه ما تيجي ترسم ار اكس اكس وتاو هترسمها مع مين؟ قال له مع التاو. قال له طب امتى؟ عندك تو اكسيز اهم متقاطعين عند الاوريجن. عند الاوريجن عند كام؟ عند تاو تساوي زيرو. اهم حاجه ان انت تعرف ان التاو الار اكس اكس عند تاو تساوي زيرو دي تطلع ايه. قال له لو بصينا بنبص ل ار اكس اكس اوف زيرو اللي هي انتجريشن. قال له الله دي الفانكشن مع نفسها. قال له الفانكشن مع نفسها يعني. قال له اه يبقى اكس اوف تي وايتا في الاكس كونجيكت اوف تي وايتا بي اوف ايتا دي ايتا. قال له اكس اوف تي وايتا في مضروبه في الاكس كونجيكت. قال له دي المودرس بتاع الاكس سكوير اوف التي وايتا. قال له الله ده هي دي عباره عن ايه بقى؟ قال له زي ما احنا شايفين اهي عامله بهذا الشكل. قال له اه يبقى ده هي عباره عن المودرس اوف اكس تي او وايتا سكوير مرفوع معمول له الاستاتستيكال افريج. قال له دي هنسميها ايه؟ قال له لا ما تسميهاش حاجه، سميها سيبها زي ما هي كده. قال له طيب لو بصينا بعد كده اهوت. قال له تعالى نبص كده يمين وشمال الفيرتيكال اكسس. قال له يمين وشمال الفيرتيكال اكسس عندي ايه بقى؟ قال له اه يعني لو كنا بنتكلم على ار اكس اوف تاو وار اكس اوف ماينس تاو ايه اللي ممكن نقوله على الكلام ده؟ قال له تعالى نشوف. قال له لو قلنا ار اكس اوف اكس اوف ماينس تاو، قال له اي دي هي المضروب بتاع اكس اوف تي وايتا مضروبه في اكس اوف ماينس تاو وايتا. قال له طيب تعالى نغير التايم اكسس ونحط بدل التي حاجه ثانيه اسمها تي 1 اللي هي عباره عن ايه بقى؟ قال له اه دي تي 1 دي تساوي التي زائد تاو زي ما انت شايف. قال له لو اخذنا التعويضه دهيت وحطيناها تحت العلامة بتاعت الستاتستيكال افريج هنبص نلاقي عندي اكس اوف تي ماينس تاو وايتا مضروبة في اكس اوف تي 1 ماينس تاو وايتا مضروبة في اكس تاو تي 1 وايتا. قال له الله ده دي ايه اللي هيحصل؟ قال له اه ده خد بالك الافريج ده التي 1 دي مش هتظهر فيه. قال له الله يبقى هو نفسه ور ار اكس اكس اوف بلس تاو. قال له الله يعني كروس كروس الاوتو كورليشن فانكشن الفيرست اوردر اوتو كورليشن فانكشن ده بتاع هذه الستيشنري سيجنال هنبص نلاقي انها فيها ايفن سيمتري حوالين الفيرتيكال اكسس. اوكي قال له طيب ايه تاني اللي ممكن ان احنا نشوف؟ قال له طيب احنا جبنا الفاليو عند الزيرو وعرفنا ان في ايفن سيمتري، تعالى بدل ما نتكلم على الزيرو دلوقتي نروح عند نهاية التاو اكسس. قال له اه تعالى نشوف ار اكس او زائد ما لا نهاية. قال له اه ده هيبقى عبارة عن ايه بقى؟ قال له ده الليمت بتاع ان التاو تروح الى ما لا نهاية اكس اوف تي وايتا اكس اوف تي زائد تاو وايتا. قال له طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ قال له اه ده احنا عايزين نودي التاو دي الى ما لا نهاية. قال له طيب احنا عرفنا في دراستنا للراندوم فاريبلز ان لما نقول الستاتستيكال افريج بتاع اكس مضروبه في واي ما نقدرش نعمل فيها حاجه غير لما نعرف البي اكس واي ونعوض في الدبل انتجرال. قال له انما هنا هوت الا عندنا دلوقتي. قال له خد بالك كلمه التاو دهيت ما هياش موجوده في الاكس تي وايتا وانما هي موجوده في مين؟ قال له في الاكس تي وتاو وايتا. قال له طيب يبقى ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ قال له ندخل كلمه الليمت دلوقتي يبقى انا عندي الستاتستيكال افريج بتاع اكس اوف تي وايتا مضروبه في الليمت بتاع اكس اوف تي ماينس تاو وايتا. قال له طيب الفاليوز اللي بياخدها الراندوم سيجنال عن تايم تي لها علاقه باللي عند جنب منها واللي جنب منها شويه واللي جنب منها شويه، انما كل ما البعد بين التايم الاوريجينال ده والتايم التاني ده هو زاد 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 فبنبص نلاقي العلاقه بينهم بعضهم بيجرى لها ايه؟ قال له بتقل 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 بتقل. يعني في
الحتة دي كنت بقول مثال ان لو اخذنا العلاقة بين طالب في سنة ثالثة اتصالات وطالب اخر في سنة ثالثة اتصالات، في بيحضروا محاضرات مع بعض احيانا بيسلموا على بعض، لما خدنا العلاقة بين طالب في ثالثة اتصالات وطالب في ثالثة اي حاجة تانية ميكانيكا ولا قال اه ده كانوا يعرفوا بعض من اعدادي، فلا زالوا احيانا بيتقابلوا بينهم من بعض علاقة يعني قليلة شوية. قال له طيب لو خدنا العلاقة دي بين واحد في ثالثة اتصالات وطالب في اعدادي، قال له لا دي علاقة فيري ريموت بينهم من بعض 4 سنين. قال له طب لو اخذنا العلاقة بين طالب في ثالثة اتصالات في جامعة اسكندرية وطالب في اي جامعة في الجمهورية، قال له علاقة يعني اكيد اقل بكتير من الاصل من اللي بين بتاع ثالثة وثالثة اتصالات. قال له طب لو اخذنا العلاقة بين طالب في ثالثة اتصالات وطالب في ثالثة اتصالات في اي بلد في بلاد العالم، قال له اه ده يمكن يكونوا مثلا اتصلوا ببعض بس علاقة ايه، علاقة طفيفة جدا. قال له لو اخذنا العلاقة بين الطالب بتاع الاتصالات ده واي بني ادم في العالم، قال له اقيل علاقة. قال له اه شايف كل ما الديستانس بينهم زادت، الديستانس بينهم دي تعبر عندنا زي ما يكون التاو اللي هي احنا بنتكلم عليها، فاصبح كل ما التاو دي زادت هنبص نلاقي ان الاكس اوف تي وايتا والاكس عند ما لا نهاية وايتا العلاقة بينهم قلت أوي 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 كما لو كانوا اندبندنت من بعضهم. في هذه الحالة فقط نقدر نقسم أو نكسر البار بتاع الستاتيستيكال افرج اللي موجود جوه، فبالتالي هنبص نلاقي الافرج بتاع الاكس تي وايتا مضروب في الافرج بتاع اكس اوف تي ماينس تاو وايتا عند الليمت لما تاو تروح لما النهاية. وبما ان الستاتيستيكال افرج بتاع الاكس تي وايتا لا يتغير يبقى هنبص نلاقي الاولاني زي التاني بالظبط، وبالتالي هتطلع لي ان الحكاية دي هي عبارة عن x of t و ايتا بار كل سكوير. قال له اه يعني دي الستاتيستيكال افريج بتاع x of t و ايتا تربيع. قال له طيب ايه اللي عندنا تاني دلوقتي؟ قال له طب تعالى نرسمها بقى. قال له لما بنيجي نرسمها بنبص نلاقي عندنا ادي الكروس الاوتو كورليشن فانكشن فيرست اوردر عند الزيرو x of t و z مودولاس سكوير عليها البار. قال له اه اهي في المودولاس سكوير دي مش يعني شلناها على اساس انها ريال سيجنال، فيبقى اكس اوف تي وايتا سكوير بار، واللي عند ما لا نهايه سواء بالبلس ولا بالماينس اكس اوف تي وايتا بار سكوير الناحيه دي والناحيه دي، وفي عندي ال ايفن سيمتري حوالين الفيرتيكال اكسس. ولو جينا قسنا المسافة أو الارتفاع اللي هو الفرق بين الفاليو عند الزيرو وعند فاليو عند ما لا نهاية، هنبص نلاقي إنها إكس تربيع أوف تي وإيتا سكوير بار ماينس إكس أوف تي وإيتا بار سكوير، دي اللي هي الفاريانس بتاع الإكس أوف تي. دي هي اللي إحنا لغاية الآن عرفناها عن الاوتو كورليشن فانكشن الفيرست اوردر بتاع الستيشنري راندوم سيجنال. في بروبرتي تانية برضك نعرفها تأكيد تاني للتعريف بتاع كلمة الستيشنري، that the statistical average of the random signal doesn't depend on the small t but depends only on tau. اوكي قال له طيب البروبرتي الاخرانيه بنقول له ايه بقى؟ بنقول له لو كانت الاكس اوف تي وايتا بيريودك ان تي ويز بيريود تي نود، هنبص نلاقي ان الار اكس اكس اوف تاو از بيريودك ان تاو ويز بيريود تي نود. ازاي نثبت الكلام ده؟ طبعا لو خدنا الاكزامبل ده هوت بالتعويض هيبان لنا اللي هي لو عوضنا هيطلع لنا ايه. قال له تعالى نشوف كده هو ايه اللي حاصل. قال له اه ده اعطينا اهو 10 كوساين كذا 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 زائد سيتا، حيث اعطي لي ان السيتا دي يونيفورم ديستريبيوشن من 0 الى 2 باي. لو بدانا نجيب الاوتو كورليشن فانكشنز المختلفه الاوتو كورليشن فانكشن لهذه السيجنال، فبنبص ودي واحده ثانيه كمان اللي هي دهيت اللي هي عباره عن
x of t و ال a حيث x t و a حيث تساوي a rectangle of t minus 20 k على 10. لو بصينا لهي بنبص نلاقي ان انا عندي ال a هي المتغيرة. ايه هي المتغيرة؟ على فكرة في summation ناقص ان هو x of t و e تساوي 10 summation من k تساوي ناقص ما لا نهاية الى ما لا نهاية rectangle of t minus 20 k على ال t node. فدي عبارة عن periodic function، واخد بالك، عشان متكررة مع بعضي. اوكي، لو كنا شلنا الريكت دي وحطينا دلتا تطلع لي مجموعة دلتات، هنا دي مجموعة ريكتات. ماشي، طبعا لازم يكون عطيني ال B of A بتاعتنا، ودي الانسامبل بتاع السيجنال ده يعني. اوكي، دلوقتي لو جينا نسبة حكاية البريوديسيتي دهيت، هنبص نلاقي ان ال R X X of tau هتساوي الانتجريشن اللي عندنا. الانتجريشن ده عبارة عن x of t و eta في x of t minus tau و eta p of eta d eta. اوكي، فلو كنا بدل ال t حطينا اللي هي t plus t node، ده مش هتغير في الريزلت، هنبص نلاقي ان احنا الاولانية عبارة عن x of t و eta، والتانية عبارة عن x of t ماينس تي نود ماينس تاو و ايتا. ماشي، لو نيجي نعوض نحوط على التي نود والتاو مع بعضيهم، هنبص نلاقي ان التي نود والتاو دول هما اللي هيطلعوا لي في الار اكس اكس اوف تاو بدل الار اكس اكس اوف تاو، وبالتالي هنبص نلاقي ار اكس اكس اوف تاو تساوي ار اكس اكس اوف تاو بلس تي نود، وهذا يثبت البريوديسيتي. الاكزامبل بتاعنا اهو، دي البريودك فانكشن، دي الافرج بتاعها، دي الفاليو عند البتاع دوت، الافرج بتاعها اكس اوف تي و سيتا تساوي زيرو، السكند مومنت بتاعها اي سي سكوير اوفر 2. اوكي، وبعدين ار اكس اكس اوف تاو هي طلعت لي بهذا الشكل، قالوا تطلع لك اي سكوير على 2 كوساين اوميجا في تاو، واخد لي بالك. فطبعا واضح ان الكوساين اوميجا اوف تاو دهيت دي عباره عن ايه؟ قال له ادي بيريودك فانكشن برضك. لو بصينا لل اوريجينال سيجنال هنبص نلاقي انها فيها كوساين اوميجا تي، يعني معناها البيريود بتاعتها تي نوت عباره عن 2 باي على اوميجا، وهنا هو برضك هنبص نلاقي البيريود بتاعتها 2 باي على اوميجا. يبقى هو ده رسمه ال auto correlation function لهذه ال stationary random signal. باين اول ان الفاليو عند الزيرو هي عبارة عن اس سكوير على 2، الفاليو عند ما لا نهاية قال له الكيرف طالع ونازل طالع ونازل طالع ونازل، والمفروض ان عند ما لا نهاية عند الماينس ما لا نهاية يتقابلوا مع بعضهم وتكرروا، فاكيد هتبقى هيتقابلوا عند الفاليو زيرو. قال له يعني الفاليو عند ما لا نهاية تساوي زيرو، وواضح انها periodic والperiod بتاعتها 2 باي على اوميجا. ده النوع الثاني من الافرجز اللي كنا اتكلمنا عليه. النوع الثاني من الافرجز اللي هو اسمه ايه بقى؟ قال له اسمه التايم افرج. قال له لا، طب تعالى نرجع تاني شويه الى الاستاتستيكال افرج. قال له الاستاتستيكال افرج دي فاليوز بتطلع لي، واخد لي بالك، هذه الفاليوز ليس لها اي نوع من الفيزيكال مينينج، قال له اه يعني ايه؟ قال له اه هي عباره عن فانكشن اوف تاو بتترسم، وزي ما قلنا هي عباره عن المين اوف اكس سكوير او الفاريانس او المين سكوير فقط لا غير، ليس لهم اي معنى، ليس لهم اي فيزيكال مينينج. قال له انما لو جينا بصينا بقى للتايم افرج، قال له لو جينا بصينا للتايم افرج نطبق عليه القوانين بتاعتنا، هنبص نلاقي التايم افرج الاولاني قال له الفيرست او تايم افرج، قال له اهو الديفينيشن بتاعه كده،
قال له ايه الديفينيشن ده؟ قال له الديفينيشن ده من معلوماتنا، ولو عندي سيجنال والسيجنال ده هي اتخدت لها الافرج على التايم بيطلع لي ده ما يسمى بالدي سي افرج، او اللي هو عباره عن سكوير روت اوف الدي سي باور. قال له يعني ده مين؟ قال له قال له طب لو اخذنا التايم التايم افرج بتاع اكس سكوير، قال له زي ما انت شايف هنعوض هنعوض هنعوض، هنبص نلاقي عندي هنا اهوت عامله بهذا الشكل. قال له ده يعني معناها ايه؟ قال له معنى السيجنال الموجوده دهيت السيجنال دي الموجوده على دايما بنفترض ان 1 اوم ريزيستنس بنسميها فولتج او كارنت ما يهمش، يبقى الاكس سكوير دهيت مقسومه على الواحد او مضروبه في واحد دي عباره عن الباور. قال له لما تاخد الباور دي تعمل لها انتجريشن على تايم وبعدين تاخد الافرج بتاعتها ده، قال له دي بتطلع دي هي عباره عن الافرج باور. قال له انه افرج باور؟ قال له التوتال افرج باور الموجوده في السيجنال. قال له يعني التايم افرج بتاع الاكس سكوير ديت، قال له اسمها توتال افرج باور. قال له طيب اللي فوق دي كانت اسمها ايه؟ قال له دي سكوير روت بتاع الدي سي باور. قال له طيب لو جينا عملنا الاتي، قال له ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ قال له رحنا جايين لك قايلين لك اهو انا عندي دلوقتي انا هعمل الاتي، الاكس سكوير تايم افرج ماينس الاكس اوف تي تايم افرج سكوير. قال له يبقى اسمها التوتال افرج باور ماينس الدي سي باور، يبقى دي اسمها الاي سي باور. قال له يعني مجموعه التايم افرج دي لها فيزيكال مينينج اوف باور، لها فيزيكال مينينج اوف باور. قال له طب ده يعني معناها ايه كمان كلمه الفيزيكال مينينج؟ قال له يعني حاجات ممكن نقيسها، دي سي كومبوننت او الدي سي افرج بتاع التايم او بتاع الفولتج ده ممكن نقيسه. التوتال دي سي باور او التوتال افرج باور دي ممكن نقيسها عن طريق وات ميتر، الاي سي باور ممكن نقيسها عن طريق وات ميتر ونحطه في سكته كاباستور عشان يبلوك الدي سي. قال له يبقى كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها كتايم افرج ده كانت دي سي باور او اي سي باور او توتال باور ار فيزيكال values that can be measured، ده معنى انها physical. اوكي قال له طيب ايه تاني كمان؟ قال له معنى انها باور؟ قال له ما هي الباور دي موجوده distributed على الفريكونسي اكسس. قال له يعني لو كنا عارفين الباور دي متوزعه ازاي على الفريكونسي اكسس ديت ممكن نسمي هذه الطريقه للتوزيع انها عباره عن باور سبكترال ديستريبيوشن او سبكترال باور ديستريبيوشن اس بي دي. ماشي قال له طيب ده الكلام ده لمين؟ قال له ده الكلام ده بنتكلم على الاستاذه اللي هي اسمها التايم افريجز. قال له التايم افريجز بص تايم افريجز كان بي ميجر بات ذا ستاتستيكال افريج كان نوت بي ميجر سو وي ار تراينج، عايزين نلاقي علاقه، ايه العلاقه بينهم ومن بعضهم؟ ايه العلاقه بينهم وبعضهم؟ قال العلاقة بينهم وبعضهم. قال له فاكر الفين دايجرام؟ قال له هو على يمين مرسوم. قال له الفين دايجرام ده هو ماله؟ قال له ده عبارة عن all random signals وبعدين all random signals ده هي جمعناهم على بعض كده هو وحطينا مجموعة الاستيشنري random signals مع بعضهم. قال له ده بالعكس كمان، ده احنا جينا على مجموعة الاستيشنري random signals دي وبصينا لهم بالتفصيل شوية لقينا ان ايه بقى؟ قال له بعضهم كل الستاتيستيكال افريجز بتاعتهم وكل الاوتو كورليشنز بتاعتهم فور اني اوردر ار مالهم؟ قال له ار ستيشنري لا يعتمدوا على التايم. قال له ده سميناهم ايه؟ قال له سميناهم ستريكت سنس ستيشنري راندوم سيجنالز. قال له انما اللي لقيناهم يا دوبك المين الفيرست اور الستاتيستيكال افريج والفاريانس والفيرست اوردر اوتو كورليشن هم بس اللي ما بيعتمدوش على التايم دول سميناهم ايه؟ قالوا سميناهم وايد سنس ستيشنري راندوم سيجنالز. السبب في تسميات الوايد سنس والحاجات ديت هقولها لك يعني ما جاتش سيرتها الا بسرعه في المحاضره الثانيه، انما انا هقولها لك برضه. اوكي قالوا طيب احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ قالوا بنتكلم دلوقتي على ان احنا كنا بنتكلم على stationary random signals. The stationary random signals اللي قلنا عليها first order autocorrelation is independent of time t، وبالتالي برضك التانيين دول independent منهم.
قال له اه يعني احنا بنتكلم على ايه؟ قال له اه وايد سينس، وايد سينس ستيشنري راندوم سيكونس. قال له ايه اللي حاصل دلوقتي؟ قال له احنا بنتعرض الى تعريف تاني للافرج اللي هو اسمه التايم افرجز. بصوا لقوا ان بعض الراندوم سيجنالز بتتساوى فيها الفاليوز بتاعه الاستاتستيكال افرجز و التايم افرجز. فراح واخدين هذه النوعيه من الراندوم سيجنالز راح مسمينها ارجوديك سيجنالز. الله الله، يعني الارجوديك سيجنالز دي، قال له دي عباره عن سب سبيس، واخد بالك من الايه؟ قال له من الستيشنري راندوم سيجنالز، من الستيشنري راندوم سيجنالز. اسمهم ايه بقى يا سيدي؟ قال له اسمهم ارجوديك راندوم سيجنالز. قال له طيب احنا كان التايم افريجز لما جينا نرسم لها الفيرست اوردر اوتو كورليشن كانت عامله بهذا الشكل، لها نفس البروبرتيز ممكن نجيبها زي الثانيه. عند الزيرو هي عباره عن اكس اوف تي وايتا، او الايتا ده هي سكوير بار. قال له ادي اسمها بي توتال افريج، اللي عند الملا نهايات بي دي سي، اللي تبين الاثنين من بعض اي سي باور. قال له طيب هذا بقى لو اخذناه ولقينا ان الفاليوز دهيت اللي موجوده عندنا على على الشكل ده تتساوى مع اختها اللي جايه من ايجاد الاستاتستيكال افريج السيجنالز دي، قال له اه ده اللي بيحصل، انها بتبقى عباره عن ارجوديك سيجنالز. قال له واضح جدا ان لما بنيجي نتكلم على سيجنال يبقى لازم لها اي بي توتال افريج اكيد اكبر من الزيرو، اكيد اكبر من الزيرو. قال له الله، يعني بي توتال افريج دي لازم تكون اكبر من الزيرو. قال له معناها ايه بقى دلوقتي؟ قال له معناها دلوقتي ان احنا لو بنتكلم على الستيشنري راندوم سيجنال اللي انت بتتكلم عليها دي، ها عشان يبقى لها تايم افريج بهذا الشكل، واخد لي بالك، يبقى لها هذا تايم افريج بهذا الشكل، وهذه السيجنال تو اكزيست لازم بي توتال افريج تبقى اكبر من الزيرو. قال له يعني ايه؟ قال له يعني لها بي افريج. قال له معنى لها بي افريج ايه؟ قال له معناها ان ما هياش انرجي سيجنال، معناها ان دي باور سيجنال. ومعنى انها باور سيجنال يعني معناها الكلام اللي كنا قايلينه من الاول ده هو، مش بس ان احنا مش عارفين شكلها، ده هي باور سيجنال وبالتالي ليس لها فورير ترانسفورم، وبالتالي ليس لها فورير ترانسفورم. يبقى ده الكونكلوجن اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي، ان اكس اوف تي وايتا ليس لها فورير ترانسفورم. ليه؟ لانها عباره عن باور سيجنال صرفا عن النظر في انها مش عارفين شكلها بالزاي. قال له طيب ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ ما هي دي المشكله الاصلانيه بتاعتنا، المشكله الاصلانيه بتاعتنا ان عندي لينير تايم انفاريانت نتورك داخل لها اكس اوف تي وايتا، طالع منها واي تي وايتا، ومش عارفين نروح للفورير ترانسفورم نتيجه لان الفورير ترانسفورم داز نوت اكزيست. كل اللي عارفينه عنها هي عباره عن الانصام بتاعها. قال له يبقى كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنحاول نجيب طبعا الطريقه ان احنا نجيب بي توتال افريج، ان احنا هنجيب ناخد واحده من السامبل سيجنالز، وكل واحده من السامبل سيجنالز دي نعمل لها الانتجريشن، وبعدين نعمل الكلام بتاعنا ده عشان نطلع البي توتال افريج بتاعتنا. اوكي، لو اخدنا مثلا ال الاكزامبل بتاع ال سكوير بالس دهيت اللي هي بريوديك، البريود بتاعتها كابيتال تي، بس الامبليتود بتاعها هو عباره عن الراندومنس فاكتور بتاعنا، هنبص نلاقي عندنا الشكل بتاع الكروس بتاع ال فيرست اوردر اوتو كورليشن عامل بهذا الشكل، او نجيبه بهذا الشكل، خلي بالك. طبعا لو كانت دي ديترمينستك اصلا يبقى ده هي عباره عن الاكس اوف اف سكوير، الاكس اوف اف سكوير. نيجي هنا نقول له طيب اذا كانت السيجنال بتاعتك دي اتفقنا على ان لها بي توتال افريج اكبر من الزيرو،
ايه اللي حاصل عندنا؟ قال له هيبقى لها توزيع على الفريكوانسي اكسس يمين وشمال ومتماثل يمين وشمال. اوكي قال له طب وبعدين؟ قال له يبقى معناها التوتال افريج باور دي اللي هي طالعه لنا ما هياش بزيرو اللي هي سبب المشكله بتاعتنا دهيت، لو افترضنا انها متوزعه على الفريكوانسي اكسس ب ديستريبيوشن ديسكرايبد باي ايتاليكس اس كبيره كده اهوت سبسكريبت اكس اوف اف بنسميها باور سبكترال دنسيتي دي اف. قال له يبقى دي اسمها بي توتال افريج. يبقى هو ده المدخل بتاعنا دلوقتي، عايزين نروح للفريكوانسي دومين. عايزين نروح للفريكوانسي دومين ازاي؟ هنقول له بي توتال افريج تساوي ماينس انفينيتي الى انفينيتي باور سبكترال دنسيتي دي اف. قال له طيب وبعدين؟ قال لي طيب ايه اللي عندك دلوقتي؟ قال له اللي عندي دلوقتي ان احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ قال له انت قلت لي ان عايزين ان احنا بدل ما نتكلم على السيجنال بحالها هناخد جزء من السيجنال ونجري عليها الاوبريشنز بتاعتنا. قال له طيب يعني هنكتب، هنقول له ايه بقى؟ هنقول له البي توتال افريج دي عشان نحسبها هي عباره عن من ماينس ما لا نهايه الى ما لا نهايه الايه بقى دلوقتي؟ قال له هناخد ويندو من السيجنال، الويندو من السيجنال ده هنجيب لها الاكس اوف تي وايتا مودلس سكوير دي تي من ماينس تي الى تي، الكلام اللي جوه ده من واحد على تي، من واحد من ليميت من الى تي ما لا نهايه، واحد على اتنين تي من ماينس تي الى تي، كل ده لغايه الدي تي ده عباره عن البي افريج. ماشي؟ وما ان فيها الراندوم نسبه احنا هناخد كام لها كمان ايه بقى؟ قال له مش هنكتفي ان احنا نعمل هذه الحسبايه على سامبل فانكشن واحده، وانما هناخدها على كل السامبل فانكشنز ونعمل لهم الافرج. قال له يعني معناها ان انت هتعمل سامبل ستاتستيكال افرج لل توتال باور اللي طلع لك. قال له ماشي. قال له طيب يبقى معنى كده هو عباره عن ايه بقى دلوقتي؟ قال له هنعمل الاتي، ان احنا عندنا اهو هتبقى اكس اوف تي وايتا دي انت واخد منها ويندو، الويندو دهيت ممتده من ماينس تي الى تي. طيب يبقى لو افترضنا وجود سيجنال سميناها اكس تي يعني اكس ترونكيتد، اكس اللي هي جوه الويندو بتاعت التي وايتا مالها؟ قالوا دي هتساوي الاكس اوف تي وايتا طالما ان تي من ماينس تي الى تي هو تساوي الزيرو اذروايز. قالوا طيب و ايه اللي حاصل عندنا دلوقتي؟ قال له خد بالك ان زي ما قلنا الاكس اوف تي وايتا ليس لها فورير ترانسفورم، انما الاكس ترونكيتد. قال له لا دي جزء. قال له دي جزء، ولذلك الانتجريشن بتاعها من ماينس تي الى تي دازنت كونفيرج، وبالتالي لو قسمته على 1 على 2 تي هنبص نلاقي ان يطلع لي فاينايت، هنبص نلاقي ان احنا يطلع لي ان هي دي عباره عن finite value of the average energy، يبقى دي energy function يبقى لها فورير ترانسفورم. قال له طيب يبقى هنبدا العمليات بتاعتنا دلوقتي ان احنا هنمشي واحده واحده، هو الاثبات طويل بس نمشيه واحده واحده مع بعض. قال له طيب اول حاجه هتعمل ايه؟ قال له جوه الانتجريشن الجواني ده اللي هو من ماينس تي الى تي هنحل محل الاكس، هنحل محلها مين؟ قال له اكس ترانكيتد. قال له ادي اول حاجه هنعملها. قال له طب وبعدين؟ تاني حاجه هنعملها هنعمل ايه؟ قال له طيب هي الاكس ترانكيتد دي مالها؟ قال له هي موجوده من ماينس تي الى تي، انما من ماينس ما لا نهايه الى ماينس تي هي بزيرو، ومن تي تساوي كابيتال ومن كابيتال تي الى ما لا نهايه برضك تساوي زيرو. قال له يعني معناها الليمتس بتاعت الانتجرال اللي هي من ماينس تي الى تي اللي هي شغاله على الاكس ترانكيتد دي كان بي اكستندد من ماينس ما لا نهايه الى ماينس ما لا نهايه الى ما لا نهايه زي ما انت شايف عندك هنا اهو. قال له طيب ماشي. قال له يعني معناها البي توتال افرج اللي احنا كنا حاسبينها فوق هنكتبها تاني دلوقتي هيبقى عامله ازاي بقى؟ قال له بص اهو احنا تحت الاكس حطينا ترانكيتد، وبدل الماينس تي حطينا من ماينس ما لا نهايه الى ما لا نهايه. قال له ماشي، وكل الكلام ده ماشي لغايه دلوقتي بهذا الشكل. قال له طيب بعد كده اهوت هنعمل ايه؟ قال له بعد كده اهوت اللي احنا هنعمله هو الاتي، هنيجي نتكلم على الانتجرال اللي جوه ده. قال له ده من ناقص ما لا نهايه الى ما لا نهايه اكس ترانكيتد اوف تي وايتا سكوير دي تي تساوي
اللي احنا عملناه ده ازاي؟ رحت على طول على الفريكوانسي مين؟ قال له اه ده بارس الريفال من الفوري ترانسفورم بروبرتيز، ان انا لو عندي الانرجي سيجنال ده هي تاخد بالك، انا ممكن ان انا احسب لها التوتال انرجي اما في التايم دومين او في الفريكوانسي دومين. كذلك برضك لو كان عندي الباور سيجنال كنت حسبت برضك ديترمينستك، كنت حسبت لها التوتال باور من الفريكوانسي دومين او التايم دومين. دي البارشال فال ثيوري. قال له طيب يعني انت هتعمل ايه دلوقتي؟ قال له ولا حاجه، انا بدل الانتجريشن اللي موجود عندي ده ما بيبقى بالنسبه للتايم، انا هاخده هحوله الى الفريكوانسي، لان انا عارف ان الاكس ترانكيتد اوف تي وايتا لها فوريه ترانسفورم اكس اسمه اكس ترانكيتد اوف اف وايتا. قال له اه يعني وصلنا الى هذا الحد. لما وصلنا الى هذا الحد قال ايه بقى اللي هنعمله؟ قال له اه انا عندي المودولس بتاع. قال له اه حطيت مودولس ليه؟ قال له اه لان انت هستحسب باور في الفريكوانسي دومين ده، حتى لو الاكس هي ريال فالديسكريبشن بتاعها في الفريكوانسي دومين في الغالب هيبقى كومبلكس، فعشان كده حطينا المودولس بتاع الكلام. قال له اه يبقى انت حطيت المودولس بتاع اكس ترونكيتد اوف اف ايتا كود سكوير دي اف. طبعا كلمه اكس ترونكيتد اوف اف وايتا دي هي تعويض في فورير ترانسفورم. قال له اه تعالى نشوف بقى ايه اللي عندنا. قال له اه تعالى نبص كده اهو بقى عندي دلوقتي اللي حاصل الاتي. خد بالك بي توتال افرج تساوي ها انتجرال اس اكس اوف اف دي اف تساوي. قال له اه بدل تساوي دي هنكتب ايه بقى؟ قال له تساوي عندي كام انتجرال؟ قال لي عندي الانتجرال الاولاني اللي هو من ماينس ما لا نهايه الى ما لا نهايه بتاع دي ايتا. ماشي. قال له ماينس ما لا نهايه. قال له بعدين عندي ايه تاني بقى كمان؟ قال له عندي انتجريشن تاني اللي هو من ماينس ما لا نهايه الى ما لا نهايه. ايه الكلام ده؟ دي اف. قال له اه يعني عندي دبل انتجرال، واحد منهم بالنسبه للايتا، واحد منهم بالنسبه للاف، وكلاهما الليمتس بتاعتهم ايتا من ناقص ما لا نهايه الى ما لا نهايه، والاف من ناقص ما لا نهايه الى ما لا نهايه. قال له اه يعني حدود الانتجريشنز دي لها علاقه ببعضها. قال له طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ قال له انا عندي دبل انتجرال، كان الاولاني بالنسبه، كان واحد منهم بالنسبه لايتا، واحد منهم بالنسبه لاف. ايه اللي هنعمله؟ قال له كان الجواني بالنسبه لاف والبراني بالنسبه لايتا. قال له هنبدل اماكن الانتجرالز دي. قال له اه يعني هيبقى عندي تكامل من ناقص لما لا نهايه لما لا نهايه، كل اللي بين قوسين ده دي اف. قال له الله، ما انت بتقول لي ان ده يساوي التكامل من ناقص ما لا نهايه لما لا نهايه اس اكس اوف اف دي اف. قال له يبقى تكامل ماينس ما لا نهايه الى ما لا نهايه اس اكس دي اف، دي اف مساوي تكامل ماينس ما لا نهايه الى ما لا نهايه اللي بين قوسين دي اف. قال له يبقى واضح ان اللي بين القوسين ده هو عباره عن اس اكس اوف اف. قال له اه ده الباور سبكترال دنس، يعني احنا عرفنا نجيب اكسبريشن لطريقه توزيع الباور بتاع هذه الستيشنري راندوم سيجنال، واخد بالك، على الفريكوانسي دومين. قربنا، بس هي شكلها ايه؟ قال له تعالى نكتبها. طبعا العلامه اللي موجوده الدبل ارو ده دي اكشوالي مجرد بنشاور، ما هياش فوري ترانسفورم ولا حاجه. قال له يبقى ادي الاس اكس اوف اف عامله بالشكل ده. قال له يبقى احنا اللي هنعمله دلوقتي هنعمل ايه؟ قال له عايزين نعوض بطريقه ما عن ال x of transform of f و ايتا، نشوفها هتتعامل فيها ايه. قال له تعالى نشوف بقى. قال له اه يعني هنحط الكلام ده؟ قال له اه هنحط الكلام ده. يبقى انا عندي ال x transform of f و ايتا تساوي الكلام ده، وال x transform of f و ايتا الكونجيجيت هتساوي الكلام ده. دول هيعملوا لي ايه؟ قال له اه دول هيتضربوا يتضربوا في بعضيهم وناخد لهم المودلز. السكوير اللي موجوده في اول معادله دي جوه مش بره. قال له هم مضروبين في بعض، عاملين بهذا الشكل، هيبقوا عاملين بهذا الشكل. قال له اه ده الفورير ترانسفورم الاولاني كذا 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 دي تي، الفورير ترانسفورم كذا 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 دي. قال له ايه ده؟ ما حطهاش دي تي ليه؟ قال له ما ده اصله دامي فاريبل، ده ليميتد انتجرال، خد بالك، يعني معناها
variable of integration ده ضمي ما بيظهرش، ده بيتعوض عليه بعد كده. قال له طيب يبقى هنغيره، نغيره ازاي؟ قال له هنغيره بدل ما هنحطه تي، يعني هي العادة في المحاضرات، حطيناها سيجما. ماشي؟ قال له طيب يعني ده الانتجريشن ده مضروب في الانتجريشن ده. قال له صح. قال له طب وبعدين؟ قال له الاولاني، قال له ليميتد انتجرال من ناقص الى من ناقص ايه بقى؟ قال له من ناقص ما لا نهايه ما لا نهايه دي تي، والثاني من ناقص ما لا نهايه الى ما لا نهايه دي سيجما. قال له طيب هو انت الاستاذ الاكس ترانكيتد دي من ماينس ما لا نهايه الى ماينس تي بكام؟ قال له بصفر. قال له الثانيه، قال له برضك من تي الى ما لا نهايه بصفر. قال له طيب انما جوه المنطقه بتاعتنا دهيت. قال له تعال نشوف بقى جوه المنطقه. قال له طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ قال له اولا هنشيل الكلام ده، بدل ما هيبقى من ناقص ما لا نهايه ما لا نهايه، ومن ناقص ما لا نهايه ما لا نهايه، هيبقى من ناقص تي الى تي، ومن ناقص تي الى تي. وطالما ان حطينا كده هيبقى من تكامل من ناقص من تي الى تي واكس ترانكيتد، وفي التانيه برضك من ناقص تي الى تي اكس ترانكيتد. انما الحقيقه ان اكس ترانكيتد من ماينس تي الى تي هي نفسها الاكس، وممكن يشيل السبسكريبت بتاع تي من الانتجرال الاولاني والانتجرال الثاني. اوكي؟ قال له طيب يبقى معنى الكلام ده ايه بقى؟ قال له عندي الانتجرال هم هيبقوا عاملين بهذا الشكل. ايه ده؟ قال له ما اصل احنا لما لقينا ده من ماينس تي الى تي، ومن ماينس تي الى تي، واخد لي بالك؟ وده اكس اوف تي وايتا، وده اكس اوف سيجما وايتا. احنا عملنا ايه؟ قال له كل اللي عملناه ان احنا جمعنا التو انتجرالز على بعضهم، واصبح اللي عندي دلوقتي موجود هو الاتي. احنا رجعنا ثاني لكلمه البي توتال افرج، يبقى البي توتال افرج هتساوي من ناقص من هنا كذا كذا كذا، والواحد على 2 تي، ومن ماينس تي الى تي، ومن ماينس تي الى تي. الاولانيه اكس اوف تي وايتا، والثانيه اكس كونجكت اوف سيجما وايتا، والاي واحده بالناقص واحده بالزائد اتلموا على بعضيهم، وبعدين كان عندنا بي ايتا دي ايتا ودي تي دي سيجما. فنبص للموجود عندنا، ونبص نلاقي عندي ده ممكن يتحط الى هذا الشكل، ان احنا هندخل الاكسبكتيشن او اللي هو التكامل من ناقص ما لا نهايه الى ما لا نهايه بي ايتا دي ايتا، نلمه هو مع بعضه مع الاكس والاكس كونجكت، هيبقوا داخلين مع بعض بهذا الشكل. قال له ايه اللي عندي دلوقتي؟ قال له عندك اهو الليمت لما تي تروح لما لا نهايه، واحد على 2 تي، وبعدين التكامل الدبل دهوت، وبعدين الاس ناقص من النهاية إلى من النهاية كذا 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 بي إيتا دي إيتا، which is the statistical average. The statistical average بتاع إيه؟ بتاع اللي هي R X of X، واخد بالك؟ of إيه بقى؟ قال له of the difference between the two times اللي هما إيه مين؟ قال له التي والسيجما. قال له يعني عشان كده هوت إحنا رحنا شايلين اللي موجود عندك هنا هوت دهوت، ورحنا حاطين بداله R X X of T minus sigma، ولسه عندي الاكسبوننت موجود، والدي تي باي دي سيجما موجوده، وبقيه الانتجريشنز كلها موجودين. قال له طيب ايه اللي عندك دلوقتي؟ قال له انا عندي دبل انتجرال بالنسبه للتي وبالنسبه للسيجما، ار اكس اكس اوف تي minus سيجما اي تو ذا minus جي 2 باي اف اوف تي وسيجما. قال له طيب واضح ان احنا عندنا هنا اهوت يعني محتاجين ان احنا نعمل تشينج اوف ذا فاريبل اوف انتجريشن. ايه اللي هنعمله؟ قال له هنعوض، هنجيب حاجة بديلة لل تي والسيجما. قال له ده شكلنا ان احنا كده ار اكس اكس اوف تي ماينس سيجما، نفسنا ناخد التي ماينس سيجما دي نسميها حاجة. قال له بعدين؟ قال له بعدين نسمي حاجة تانية، يبقى عندي راندوم فاريبل هنسميه اسمه تي ماينس سيجما، وانذر راندوم فاريبل هنسميه بدلالة برضك التي والسيجما. وبما اننا بنعمل linear transform of the variable of integration، فهناخد ال change الاتي.
ادي التشنج الاولاني تي بلس سيجما سميناها يو، والتشنج الثاني خدنا الفي تساوي تي. يبقى دول الايكويشنز اوف تشنج اوف ذا فاريبلز اوف انتجريشن، ودي الانفرس ايكويشن سيجما تساوي في ماينس يو وتي تساوي في. عشان نغير بنضطر نجيب الجاكوبيان. عشان نجيب الجاكوبيان ادي اهو الجاكوبيان عندنا، دي تي واي مضروب دي سيجما تساوي الكلام ده تساوي الكلام ده تساوي الكلام ده. الله ده طلع ان الدي تي باي دي سيجما هي عباره عن دي يو مضروبه في دي في. اوكي، لما نعمل الشكل ده يبقى ما احنا معنى كده عايزين نغير بقى في الانتجريشنز اللي عندنا. فالتغيير في الانتجريشنز بتاعت عندنا هنعمل ايه؟ هنيجي جوه الانتجرال ذات نفسه ونغير باستخدام الايكويشنز اوف لينير ترانسفورميشن. وبعدين كلمة الدي تي دي سيجما اللي كانت موجودة عندنا هنشيلها ونحط بدالها ما يساويها اللي هي دي يو باي دي في. فاضل لنا خطوة تالتة. الخطوة التالتة دي هي ايه بقى؟ قالوا الخطوة التالتة هي ان احنا نغير الليمتس بتاعتنا، نغير الليمتس بتاعتنا على اساس ان احنا هنانتجريت دلوقتي بالنسبة ليو بالنسبة لبي وليس بالنسبة لتي وليس بالنسبة لسيجما. لما كنا بننتجريت بالنسبة للتي والسيجما كنا بننتجريت ايه؟ قال له كان الدومين بتاعنا هو من تي ماينس كابيتال تي الى كابيتال تي، والسيجما والسيجما من ماينس تي الى كابيتال تي اللي هو اوفر ذا شون سكوير. قال له وكنا بنغير هورزونتال التي الاول ولا السيجما الاول ما كانش يفرق عندنا، الليمتس هي من ماينس تي الى تي وهكذا. قال له يعني الدومين هو السكوير. قالوا عايزين نجيب الكورسبوندينج دومين تو ذيس دومين يوزنج ذا لينير ترانسفورميشن او لينير ترانسفورم ايكويشن. قالوا طيب ايه اللي عندك دلوقتي؟ قالوا انت بتقول ان هو لينير. قال له قال يعني الدومين اوف انتجريشن دهوت اي نقطه فيه تتحول الى نقطه في الدومين الثاني اللي هو بتاع اليو والفي، زائد كمان ان اي ستريت لاين في الدومين بتاع التي والسيجما يتحول الى ستريت لاين في الدومين بتاع اليو والبي. الله نتيجة للكلام ده ايه اللي هيحصل؟ الله نتيجة للكلام ده هنبص نلاقي نفسنا هنعمل تيبل كده. التيبل دي بتقول انت عايز تنقل الستريت لاينز للستريت لاينز، لما انت عندك الاربعة كورنرز دول انقل الاربعة كورنرز وبعدين وصل بينهم الستريت لاينز. لما نيجي نعمل الحدوته دي اللي بيجرى لما نيجرى ان احنا بنبص نلاقي عندنا ده ما عنديش بقى دلوقتي السكوير اللي كان موجود في التي سيجما بلين، انما عندي دلوقتي ايه؟ قال له عندي بارابوليك شيب سوري هايبربوليك شيب بالشكل ده. قال له الشيب ده هوت ايه بقى؟ قال له الشيب ده عباره عن تو هوريزونتال دول والاثنين الانكلاين ستريت لاينز بالشكل ده. الواضح ان هذا الشكل يحيلنا بحاجه. قال له يحيلك بايه بقى؟ قال له لو اخذنا دلوقتي المنطقه اللي فيها اليو بوزيتيف، قال له يعني على يمين الفي اكسس كده هو، هنبص نلاقي عندي المنطقه المتهشره فيرتيكالي، وعلى الشمال هنبص نلاقي عندي المنطقه المتهشره فيرتيكالي هوريزونتالي. واخد بالك؟ الليمتس بتاعت الانتجريشنز بتاعتنا دلوقتي اصبحت متغيره. لو كنا بنتكلم على المنطقه اللي هي على اليمين اللي هي فيرتيكالي هاتش دهيت، هنبص نلاقي عندي بنتحرك من على ال 45 درجه ستريت لاين دهوت لغايه ما نوصل الى الهوريزونتال لاين، بينما في الناحيه الثانيه دهيت بنتغير من الهوريزونتال لاين الى ال 45 درجه. ماشي؟ او العكس ممكن نقول، من عندي ممكن اخد على اليمين ده اخده من الزيرو لغايه الستريت لاين دهوت. لا هو السؤال احسن ان احنا نعمل كده محدده من ناحيتين، يبقى لازم نعمل اللي انا قلت عليه في الاول. قال له يبقى الاس اكس اوف اف تساوي بقى، قال له تعالى بقى نشوف ايه اللي عندنا. قال له قسمنا البلد بلدين، ادي انتجريشن زائد انذر انتجريشن. الانتجريشن الاولاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي ساعه ما هتغير اليو من 0 ل 2 تي اللي هي على البوزيتيف، هتبص تلاقي ان انت ماشي على من الستريت لاين الانكلايند الى الهوريزونتال
ماشي. قال له بينما في الجنب التاني هتبص تلاقي العكس نهوت، ان انت بتغير ال يو من ناقص 2 تي الى 0، وتغير من الهوريزونتال الى الانكلايند لاين. ساعة ما بنمشي في هذه الانتجريشنز بنبص نلاقي الاتي، الانتجرام ذات نفسه هو عبارة عن ار اكس اكس اوف يو اي تو ذا ماينس جي اوميجا يو دي في دي يو. قال له ده ما فيهوش في. قال له يبقى الانتجريشن بالنسبة للجزء بتاع الفي ماله ده؟ قال له يساوي في، حيث الفي ده هيت متاخده الليمتس بتاعتها من ماينس تي بلس يو الى تي. قال له بينما في الثاني بردك هيظهر لي الفي، وبردك الفاليوز بتاعتها متاخده من ماينس تي الى تي بلس يو. اما نعوض الكلام ده كله على بعضه بنبص نلاقي عندي بيطلع لي اللي هي ار اكس اكس اوف يو اي تو ذا ماينس جي اوميجا يو، وبعدين من الاثنين انتجريشن واحد منهم هيطلع لي 2 تي ماينس يو، والثاني هيطلع لي 2 تي بلس يو. اوكي؟ قال له طيب ايه اللي عملناه دلوقتي؟ قال له ده التي دلوقتي احنا عندنا واحد على 2 تي بره. قال له هندخلها جوه. قال له لما هندخلها جوه قال له هتبقى مقسومه على الجزء الاولاني ومقسومه على الجزء الثاني. ايه اللي عندك؟ قال له عندي من 0 الى من هنقراها كده، نقرا التحتانيه الاول، من ماينس 2 تي الى 0 ار اكس اوف يو اي تو ذا ماينس جي اوميجا يو بحاجه، وبعدين انتجرال فروم 0 الى 2 تي ار اكس اوف يو اي تو ذا ماينس جي اوميجا يو بحاجه دي يو. قال له بس الحاجه اللي مضروبه دي فيها هنا، الحاجه اللي مضروبه فيها هنا دي واحده فيها ماينس يو فيها واحده ايه البلس يو. انما لو خدنا بالنا هنبص نلاقي اللي فيها ماينس يو دي، قال له دي انتجريتد على البوزيتيف بارت من 0 ل 2 تي. قال له يعني اليو هي اليو. قال له ماشي. قال له طيب الحاجة التانية، قال له دي انتجريتد من ماينس تي 2 تي الى 0. قال له يعني دي على النيجاتيف بارت من اليو اكسس. قال له يعني معناها اليو، قال له ده اليو تساوي ماينس الماجنتيود اوف يو. قال له الله، يعني احنا لو شلنا اليو اللي فوقانية واليو التحتانية كلاهما هيستعاد عنه بايه؟ قال له ماينس الماجنتيود اوف يو. قال له طب يبقى معنى كده احنا لما هنيجي نكتب الايكويشن بتاعتنا، قال له الايكويشن بتاعتنا هنلم بهذا الشكل، وهنبص نلاقي عندي التو انتجريشنز ممكن يتموا على بعضهم، وهيبقى عندي التكامل من ماينس 2 تي الى 2 تي بتاع الحدوته دي كلها. وبعدين عندي ايه؟ قال له عندك الليمت بتاع التي رايحه لمدى نهايه. التي رايحه لمدى نهايه لما تخش على الانتجريشن ايه اللي هيجرى؟ قال له هنبص نلاقي عندي ماينس 2 تي بقت ماينس مدى نهايه، 2 تي بقت مدى نهايه، الار اكس اوف يو زي ما هي، واحد ماينس ماجنتيود اوف يو على 2 تي هتروح بزيرو. واخد بالك؟ وبعدين هيبقى فاضل عندي الكلام ده. لو بصينا الكلام ده وكتبناه مره ثانيه هنبص نلاقي الله ده يطلع لي هو ده بقى بيقول لي ان الباور سبيكترال دنسيتي بتاعت الستيشنري راندوم سيجنال هي عباره عن الفوريه ترانسفورم بتاع الاوتو كورليشن، الفيرست اوردر اوتو كورليشن بتاع هذه الراندوم سيجنال. قال له الله، يعني احنا لو عايزين نجيب نروح للفوريه للفريكوانسي دومين بتاع الستيشنري راندوم سيجنال دي نعمل ايه؟ قال له ولا حاجه، احنا ناخد بعضنا كده ونروح نجيب لها الفوريه ترانز الفيرست اوردر اوتو كورليشن. بعد ما نوجد الفيرست اوردر اوتو كورليشن كده اهوت التي تحتوي في جواها على الفيرست ستاتستيكال افريج وعلى السكند مومنت، واخد لي بالك؟ هنبص نلاقي ان احنا نقدر نجيب لهم الفوري ترانسفورم، وبعد ان احنا جبنا لهم الفوري ترانسفورم معناها وصلنا الى الفريكوانسي دومين. طبعا هنكمل المحاضره الجايه ان شاء الله ربنا اعطانا العمر، بس اللي انا عايز اقول لكم عليه الاثبات الطويل ده اهو، خلي بالك، هو يمهد لي يبين لي الطريق ان انا لو عندي ستيشنري راندوم سيجنال، ساعة ما بقول ستيشنري راندوم سيجنال ما نقعدش ندقق قوي ونقول له هي بقى سنس ستيشنري راندوم سيجنال ولا ستريكت سنس ستيشنري راندوم سيجنال. خلي بالك ليها، نكتفي بان احنا نقول عليها ستريكت سنس، سوري وايد سنس ستيشنري راندوم سيجنال. يعني ايه؟ قال له يعني عشان نثبت لان هذه السيجنال
هي عبارة عن ستيشنري، نجيب لها الفيرست ستاتستيكال مومنت ها او ستاتستيكال افريج، وبعدين السكند مومنت او الفارينس بتاع هذه السيجنال، ونجيب لها الفيرست اوردر اوتو كروس اوتو فيرست اوردر اوتو كورليشن طلعوا اندبندنت اوف ذا سمول تايم فاريبل تي، نقول عليها على طول دي عباره عن انها عباره عن ستيشنري راندوم سيجنال، ونجيب لها الاستاذ فورير ترانسفورم بتاعها، يبقى معناها وصلنا الى الباور سبيكترال دنسيتي. ايه الحدوته الكبيره بتاعه الستريكت سنس والوايد سنس؟ التعريف بتاع الوايد الستريكت سنس ستيشنري راندوم سيجنال ان احنا بنقول له ايه دي بقى كل الاستاتستيكال افريج بتاعتها من الاوردر واحد لغايه ما لا نهايه اندبندنت اوف تي، كل الاوتو كورليشن فانكشنز بتاعتها ابتداء من الواحد لغايه ما لا نهايه اندبندنت اوف تي ماشي. انما الوايد سنس قال له لا، ده احنا بصينا لقينا بندور على نقول له ايه بقى، ده كفايه ان الفيرست ستاتستيكال افريج والسكند مومنت او الفاريانس، وبالتالي الفيرست اوردر اوتو كورليشن فانكشن، وهي دي تكفي عن الاثنين الاولانيين اندبندنت اوف تايم، فبنسميها دي ايه وايد سنس ستيشنري راندوم سيجنالز. اوكي اتفقنا على كده. وبعد ما نعرف كده اهو نروح جايبين هذه الفيرست اوردر اوتو كروس كورليشن وجايبين الفورير ترانسفورم. طيب مثال برضك عشان نختم يعني تقبلوه مني، ايه السبب في حكايه النون ستيشنري والوايد سنس ستيشنري والستريكت ستيشنري؟ ده مثال انا يعني جاء على دماغي او سمعته في حته، مش مشكله. عندنا ثلاث زملاء لكم، الثلاث زملاء لكم جالهم خطاب دعوه لحضور حفله دبلوماسيه في السفاره البريطانيه مثلا، فكل واحد منهم دخل على النت وعرف ايه الاسباب، ايه الحاجات اللي المفروض ان هو يكون لابسها وعاملها عشان يقدر يخش هذه الحفله. ولدين منهم فعلا دخلوا على النت وشافوا الحاجات دهية. فالواد الاولاني عرف ان بدله مش عارف ايه وكرافته ايه وجزمه ايه وايه وايه وايه، راح لباباه وقال له لازم نجيب الحاجات دي. يا ابني خليك يرضيك، نشف دماغه وقال له لا، ده لازم الجزمه والشراب والورده وي 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 وي، ونشف دماغه بقى فيري ستريكت في الطلبات بتاعته. طبعا لما دخل راح الحفله يعني كان مور رويال ذان ذا كينج زي ما بيقولوا، فدخلوه الحفله اهلا وسهلا طبعا، ده فيري ستريكت وفى بكل الشروط. انما التاني بقى بردك قرا الشروط وراح لبابا، يا بابا كذا كذا ولازم نعمل كذا كذا وتكسيد وي وي وي، قال له يا ابني انا جايب لك لسه بدله اهو عشان التخرج بتاعك، وخد لك قميص ابيض من بتوعي وجزمه اي جزمه يا ابني، مش لازم مش عارف ايه ده هي وبتاع. الولد اقتنع براي ابوه ووفى بكل الشروط ولبس البدله ولبس الكرافته، واخد بالك، ولبس الجزمه اللي في رجله كويسه، واخد بعضه راح الحفله، استقبلوه اهلا وسهلا ودخل، لان هو وفى بعض الشروط، بعض الشروط. كبر دماغه، كبر دماغه يعني ايه بقى؟ قال له يعني بقى دماغه وايد سنس، الفهم بتاعه واسع واسع المدارك زي ما بيقولوا. يبقى الاولاني كان زي يعني دماغه ناشفه وايد سنس، والتاني ده كان ستريكت سنس، والتاني ده كان وايد سنس. التالت ده بقى راحت له الحفله وهو موجود في على البلاش، واخد السبادري في رجله والشورت بتاعه، اول ما راح الحفله عارفين طبعا ايه اللي جرى له، ما دخلوهوش لان هو did not satisfy any of the conditions. فده بقى ماله، قال له مش هساتسفاي الكونديشنز بنسميه نون ستيشنري، اللي هساتسفاي بعض الكونديشنز هنسميه ان هو وايد سنس ستيشنري راندوم سيجنال، اللي هساتسفاي all conditions هنسميه strict sense stationary random signal. طبعا اللي هيساتسفاي كل الكونديشنز ده هو جزء من اللي هيساتسفاي البعض، فلذلك زي ما شفتوا في البن دايجرام، في عندي السكوير بحاله اللي جاي جواه كل الراندوم سيجنالز، بحط دايره حوالين كل الوايد سنس ستيشنري راندوم سيجنالز، يبقى اللي بره نون ستيشنري راندوم سيجنالز، وبعدين من ضمن الوايد سنس ستيشنري راندوم سيجنالز هيبقى عندي بعضهم ستريكت سنس
راندوم سيجنالز، وبعدين من الوايد سنسز راندوم سيجنالز دول ومعاهم الستريكت سنس راندوم سيجنالز دي هنبص نلاقي بعضهم اللي هم لهم ايه لهم الصفه بتاعت الارجوديستي. الارجوديستي عشان تفكر فيها اللي هي ايه ان التايم افريجز قد الستاتستيكال افريج اللي هي دي اللي اشتغلنا عليها. اوكي، وطبعا احنا بنفرح لما بيبقى عندي اللي هي ستيشنري راندوم سيجنالز، لان التعامل مع حاجه الصفات بتاعتها لا تتغير مع الراندوم، ما هياش مودي، اسهل مما نتعامل مع الحاجه اللي هي بتتغير اللي هي ايه ما هياش ستيشنري، الصفات بتاعتها بتتغير. اللي هو عشان بيجي تتعامل مع شخص مودي غير لما تتعامل مع شخص التصرف بتاعه على نسق واحد. اشوفكم المحاضره الجايه ونسمع عنكم المحاضره الجايه ان شاء الله.